معنا الآن مباشرة طبيب المنتخب الوطني المغربي سي عبد الرزاق هيفتي. سي عبد الرزاق هيفتي مساء الخير. مساء الخير سي عبد الرزاق هيفتي. كنتسألو كما كيتسأل الجميع على إصابة عبد الرزاق حمد الله، وشنو وقع بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله، واش عندكم توضيحات أكثر فيما يخص لوكا عبد الرزاق حمد الله؟ أخي اللي يمكن يقول أخي هو يوم البارحة الوقت اللي كان لاعب حمد الله كيغادر المعسكر الإعدادي، مشيت عنده وطلبت منه تفسير على السبب، وجاوبني بصريح العبارة أنا ما حاشش براسي مزيان وما يمكنليش نعطيه في المنتخب، وأنا بدوري كطبيب رجعت السبب للألم كان يحس به يومين قبل المباراة الودية، واتفقنا وكان اتفق معايا اتفقنا معا على إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي ليرم هذا النهار اليوم الجمعة، وتفاجأت بعدم حضور حب الله في الموعد. هذا الشيء اللي يمكن نقول لكم، والسلام عليكم الخطة كتعيدني. شكرا سي عبد الرزاق هيفتي. خدناكم تدخل البلوك سانسيرمون زعما باش نكونوا واضحين مع المستمعين ديالنا الكرام. سي عبد الرزاق هيفتي عنده اون اوبيراسيون دابا، نتمنوا الشفاء العاجل للمريض اللي مع سي عبد الرزاق هيفتي، لي اونتر دو بون مان. ميرسي بوكو طبيب المنتخب الوطني المغربي.